كابتن رمضان والكابتن بليغ. النهارده مبسوط قوي، خلي بالك. ايه يا اخويا؟ مبسوط عشان خد النهارده بالك، انا مش هريحك واقول لك ليه. في مراجعات مش هقول لك ليه. ما انا في مراجعات حصلت النهارده على الهوا، فانا مبسوط بيها بصراحه. خد عايز نبدا بيه، مش هريحه، هخليه لما يبرد شويه. ما هروح فين من قاعد؟ بس ما بيبردش. انت اللي بتحاول، بس انا معاك برضه. هتروح فين انا قاعد؟ كابتن رمضان، الناس مش مبسوطه خالص من كولر بما فيهم اداره الاهلي. وعشان نكون منصفين برضه، وانا على الشاشه انا راجل وصفت كولر انه مدرب قوي والمدرب عنده شغل، وبنيت ده على اداء الاهلي وفنياته اللي ظهرت في اول 5 6 ماتشات. وبعدين لما بيتكرر الخطا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بتبتدي تعمل تاني مراجعه افكارك، مراجعه افكارك، لانه اكيد في مشكله. يعني تطلع تقول لي ده روتيشن، اصل ده تدوير، اصل ده بتاع. فانا قلت ده مستحيل، الراجل ممكن يقول لنا بلسانه كده في المؤتمر الصحفي انه تدوير، لكن في حقيقه الامر هو ارضاء مش تدوير. راي حضرتك ايه؟ يعني الحقيقه يمكن انا اول واحد اتكلمت معاك في النقطه بتاعت اللعيبه اللي لو يبوزها، واللعيبه اللي هي اول ناس اتكلمنا هنا، صح؟ اتكلمنا مع بعض في المداخله. في المداخله. اللعيبه اللي خارجه من الملعب زعلانه، واللعيبه اللي داخله الملعب زعلانه. قلت لي اول مره تشوفها. انا اول مره اشوفها من 50 سنه مثلا، من ساعه ما لعبت كوره في النادي الاهلي، ولا من ساعه ما شفت كوره في النادي. عمري ما شفتها. بالعكس، يعني العلاقه يعني اللي بين اللعيبه حصلتش ابدا ابدا، والله ابدا. ولو هتلاقيها هتلاقيها نادره جدا جدا جدا، وحاجات فرديه. لكن مش 3 4 5 في ماتش واحد. ده ماتش واحد فيه 5 لعيبه اللي خارج زعلان. مقموص، لو تفتكر، كان قفشه وشادي حسين وحمدي فتحي وعمرو السوليه وهو خارج. اعتقد انا فاكر 4 دول بالظبط كده، بالظبط. فدي حاجه الحقيقه حاجه يعني صعبه جدا جدا، ما مرتش علينا خالص، وما مرتش على جمهور النادي الاهلي، وما مرتش على ادارات النادي الاهلي كمان. وتاني ماتش كلهم بيلعبوا. بالظبط، هي دي المشكله بقى. يعني هي دي المشكله، ان انا حاسس ان الموضوع اتقلب بدل تدوير اتقلب ارضاء. صح. يعني طب ازاي يا جماعه؟ انا النهارده باجي في مباريات بغير 5 لعيبه، 5 لعيبه. ليه؟ اولا حته التدوير اللي هو بيتكلم عليها دي، انت بتتكلم في، احنا لسه في بدايه الموسم، ده الاسبوع التاسع. لا عندنا الاسبوع التاسع، لا عندنا اجهاد، وخد بالك في النص راحه شهر. وبالظبط، ده احنا في النص. ده انت كمان خدت مؤتمر المناخ، كان في راحه بتاع 3 4 اسابيع. بالظبط، 4 اسابيع، خدت 4 اسابيع. مظبوط. ايه بتعمل تدوير ليه؟ وبعدين انت عملت اول بدايه قويه جدا، 6 7 مباريات بما فيهم مباراتين افريقيا الحقيقه، وكنت مثبت. وانت حته التدوير حتى اللي بتيجي في دماغك ديت، طب ما انت عندك 5 تغييرات، ده انت ممكن في الشوط الثاني بتطلع 4 لعيبه اللي انت بقى حاطط في دماغك ان هم ممكن انت بتريحهم ولا حاجه، وبتعمل تغييراتك عادي. لكن الاول اضمن نتيجه المباراه، يعني اضمن نتيجه المباراه واعمل تثبيت للفرقه. هو ده التوقيت اللي هو من بدايه الموسم لغايه دلوقتي لازم يبقى فيه تثبيت للفرقه. انت النهارده خسرت لعيبه كتير جدا، يعني انا يعني اللعيب الوحيد اللي انا حاسس ان عنده فتنس مباريات وعنده استمراريه في ادائه في المباريات، علي معلول. علي معلول، علي معلول هو الشناوي اللي هو انت ما ريحتوش. بالظبط، يعني ده اللعيب الوحيد اللي ما عندوش تدوير، هو الشناوي. بالظبط، لو انت ملاحظ الاثنين دول. بالظبط، بالظبط، الاثنين دول ده جه من كاس العالم على الماتش لو تفتكر. بالظبط، يعني علي معلول اللي هو تحس ان هو عنده فتنس مباريات وبيشتغل، الباقي كله خلاص فقط فتنس المباريات. يعني انت بتتكلم في شادي، حسام، محمد شريف، بتتكلم في قفشه، بتتكلم عبد القادر، عبد القادر، في حسين الشحات، حمدي فتحي، السوليه، علي وديان، السوليه اللي هو كان المفروض نجم وبيعمل لك رقم 8، ده نموذجيه ان هو بيعمل مساندات هجوميه وبيكمل مع المهاجمين وبيدافع. النهارده بقى مشكله في وسط الملعب، بقى مشكله في وسط الملعب، لان هو يعني تحس ان هو مش قادر. ما انت الراجل دلوقتي، انت التغييرات اللي عملها كتيره قوي دي، طبعا افقدت اللعيبه النواحي البدنيه اللي هي بتاعت 3 مباريات. ان انا ابتدي اشتغل 9 مباريات ورا بعض، انا خلاص بقيت في الملعب بيت فتنس عالي. للاسف الشديد، حتى بقى كمان يعني ابتدى كمان ايه، يعني في تقليل في التشكيل. يعني انت حتى المباراه اللي فاتت، اخر مباراه، انت تخيل النادي الاهلي بيلعب 90 دقيقه ما بيضيعش فرصه، ما بتروحش للجول. امبارح يا كابتن ده ما حاجه غريبه، دي لاول مره بقى في يعني من فتره كبيره جدا 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 انك انت تلعب 90 دقيقه. وبعدين ايه كمان، انت قبليها
يعني الزمالك خسر متعادل خسران نقطتين. الطبيعي ان لعيبه النادي الاهلي في الطبيعه ان هي تنزل المباراه دي. التاريخ بيقول كده يعني. اه التاريخ كله ان الزمالك يهدي والاهلي يستغل. بالظبط الوقت بقى الزمالك يهدي والاهلي يسيب برضه. ده يعني بيقول لك خد هديه، قال له لا انا متشكر مش عاوز الهديه بتاعتك. اللعيبه نازله عادي خالص. وحاجه برضه ملحوظه في مباراه سموحه الحقيقه، حاجه برضه ما كانتش موجوده خالص، انك انت مثلا في اخر ربع ساعه انت متعادل واللعيبه بتلعب عادي خالص ولا في اي مشكله خالص. الوقت يخلص يخلص بيخلص، لا في حميه ولا في حميه ولا في روح ولا في اداء، في قوه اداء، في قتال يعني، قتال عشان اكسب عشان اجيب جول اكسب بيه ولا ده موجود خالص. فطبعا مشكله كبيره جدا جدا جدا.